سعدنا اليوم بالتوقيع مع المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي لجميع برامج بكالوريوس والماجستير في جامعة شقرا، وعددها تقريبا يربو إلى 30 برنامج. الهدف العام هو تجهيز وتهيئة هذه البرامج في جامعة شقرا للاعتمادات الوطنية خلال الفترة المقبلة. بالتأكيد الاعتمادات البرامجية راح تنعكس على جودة الممارسات في كثير من مناحي العملية الأكاديمية، سواء التدريس أو الاختبارات أو كذلك حصول الطلبة على حد أدنى من متطلبات سوق العمل، تجويد المخرجات بالتأكيد، وكذلك تطوير جميع البرامج الأكاديمية. حريصين جدا على أنه هذه الخطوة، وهي التوقيع مع المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي، أنها تترك أثر عام في نشر ثقافة الجودة في الجامعة، بالإضافة إلى تطوير البرامج الأكاديمية بشكل عام، مما ينعكس بشكل كامل على تجويد المخرجات في جامعة شقرا بإذن الله تعالى.